السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بنوتات الحلوين ملكات الهاند ميد، عاملين ايه؟ النهاردة انا بعمل لكم الطوق الجميل ده او التاج الجميل ده بتاع الافراح من وردة عباد الشمس، وانا على طلب عميلة عندي، يا رب كده يعجبكم وينول اعجابكم باذن الله. بس انا زعلان منكم في حاجة، القناة بحاول اعمل فيها حاجات جميلة وانتوا دايما بتشكروا فيها، بس القناة مخسعة شوية، محتاجة ان انتوا ترفعوها شوية عشان اليوتيوب يطرحها على ناس كتير، محتاجة ان انتوا تعملوا لايك لكل فيديو انا بعمله، ومحتاجة كمان ان انتوا تعملوا شير للفيديو على جروبات الهاند ميد علشان الكل اللي يستفاد، وعلشان القناة تكبر معنا شوية ويبقى فيه اقتراحات كتير من اليوتيوب على للبنات البنوتات اللي هما بيحبوا الهاند ميد، وتفرحوني برضو ان انا احس ان انا بعمل حاجة كويسة. ان شاء الله الفيديو ده هينزل النهاردة، انتظروني كمان ساعتين كده ان شاء الله، اتمنى يا رب يعجبكم، وشكرا خاصة على استماعكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.